احنا كده حلقتنا خلصت يا شريف. يعني انا بشكرك والله. استنى بس، احنا كده حلقتنا خلصت. هل في اسئله انت كنت متوقع ان احنا نسالها لك وانت ما سالناش؟ لا والله انا سعيد وانا بتفرج عليك في برنامجك الجميل ده من نجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليك يا شريف. سعيد ان انا بعد اخر مره طلعت معاك في برنامج كان في كره في الملاعب، كاميرا في الملعب. كاميرا في الملعب يا ده انت من ايام الحرب العالميه الاولى، من ايام الابيض واسود انا وانت. وبشكر قناة الأهلي انها خلتني ابقى موجود معاك النهارده هنا. ده حقك. حقي و لا و... وفرصة جميلة جدا زي ما جبتوا الناس اتكلمت عني انها تتعرف عليا دلوقتي تاني وفي السن ده وفي الوقت ده، فأنا مبسوط ان انا موجود هنا يعني. طيب احنا بنتبع في برنامجنا في النهاية ان الضيف بياخد القلم في الاوتوجراف وبيكتب كلمة. هو البرنامج اسمه المجري، بس انت بتكتب كلمة للبرنامج مش لمصطفى عبده. حاضر عيني. كلمة مش طلبات. ها لا 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 انا سمعنا تحياتي وتقديري لشخصك الجميل المحترم كابتن مصطفى عبده وبرنامجك المجري من نجاح لنجاح متمتع بالصحة والعمر المديد. شريف عبد المنعم. شريف انا مبسوط ان انت كنت موجود معايا، كنت احد جيل العمالقة. بشكرك. ومبسوط قوي كمان والسادة المشاهدين سمعوا ذكريات يمكن لاول مرة الناس بتسمعها. ودائما كده يا رب كده في تألق من احسن لاحسن لاحسن، وربنا يديك الصحة والعافية دايما يا رب. فيها كابتن.